الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة لكم مباركة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، الذي سنطالع من خلاله أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية وكذلك العالمية. دعونا وإياكم في بداية هذه الحلقة نستعرض أبرز عناوين هذه الحلقة. برحيل لوغوين منتخبنا إلى المركز 99 عالميا ويصعد 5 مراكز في التصنيف الشهري للفيفا. ديربي جعلان مثير بدوري الأولى، جعلان يتفوق على الوحدة بهدف نظيف ويزيد من أوجاعه. وفي الإمارات الملك الشرقاوي يعود من الباب الواسع بانتصاره على الشباب في الوقت القاتل. وفي دوري فيفا أبيض الكويت يبحث عن الانفراد بالصدارة وأزرق السالمية لمواصلة المطاردة. بعد عرض باريس ومدريد، مانشستر يونايتد يغري نجم البلوز إيدن هازارد ب 65 مليون باوند. إذن جديد ترحيب بكم مشاهدين الكرام، كما تابعنا وياكم كانت هذه أبرز عناوين هذه الحلقة، ونبدأ وياكم الحلقة باستعراض لأبرز العناوين على الساحة المحلية والتي نبدأها من صحيفة عمان، والتي رصدت التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. منتخبنا احتل المركز 99 في التصنيف متقدما 5 مراكز إلى الأمام بعدما كان في المركز 104 في التصنيف السابق. نتابع التفاصيل من الصحيفة. تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خطوات في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، مستفيدا من فترة الراحة التي يعيشها منذ نهاية مباراته أمام تركمانستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ونهائيات الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة. وكان المنتخب قد خسر أمام تركمانستان، وهو ما أدى إلى تراجعه في التصنيف الدولي وجلوسه في المركز 4 بعد 100، ليتقدم 4 خطوات ويحل في المركز 99 في التصنيف الذي صدر أمس، وهو تقديم جيد يأتي في عقاب رحيل المدير الفني الفرنسي بولو جوين الذي انتهت علاقته مع الأحمر عقب الخسارة أمام تركمانستان بعد مشوار طويل امتد لقرابة 4 سنوات خاض خلالها العديد من المباريات القارية والدولية والإقليمية. ويتقدم الأحمر في التصنيف في عدم وجود المدرب بعد إقالة لوجوين وعدم صدور قرار رسمي بتسمية مدرب جديد وتأجيل ذلك الاجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل بعد أن تمت مناقشة الملف وحصل الترشيحات في عدد من المدربين، وشرع الاتحاد في مفاوضات رسمية معهم لاختيار أحدهم لتولي قيادة المنتخب الوطني في آخر مهمة له في التصفيات الآسيوية أمام جوان بمسقط وإيران بطهران في الأسبوع الأخير من مارس المقبل. وكلف الاتحاد الخبير الفني له بقيادة تدريبات المنتخب في المعسكر الجاري حاليا في تهيئة اللاعبين للبرنامج الذي سينفذه المدرب الجديد عقب إعلان التعاقد معه وتوليه المسؤولية. إذن تابعنا وياكم هذا التقرير من صحيفة عمان، ونبقى مع نفس الصحيفة ولكن مع خبر آخر. في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أقيمت أمس 3 مباريات، كان أبرزها لقاء الجارين الوحدة وجعلان على ملعب الأخير، انتهى بفوز جعلان بهدف نظيف. صحيفة عمان أبرزت لقاء الجارين وعنونت تقول: لقاء الجارين ينتهي جعلانيا بهدف دون رد، حيث تأزمت وضعية نادي الوحدة في أسفل ترتيب المجموعة الثانية، وبات شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية قريبا من الفريق كونه يملك في رصيده 7 نقاط فقط، بينما أنعش جعلان فرصه من المنافسة على 1 بطاقتي التأهل. وفي لقاء آخر تمكن السيب من المحافظة على وصافة الترتيب بفوزها على بهلة ب3 أهداف لهدف، وتغلب المضيبي على عمان الذي ضمن الصعود إلى الأدوار النهائية سابقا بهدفين دون رد. إذن هذا هو الخبر كما نتابع وإياكم.
نبقى في صحيفة عمان، فقد تناولت الصحيفة خبر تعاقد نادي مسقط مع الحارس عمر العبري واللاعب مهند الحسني في فترة التشجير الثانية. نادي مسقط يطمح إلى تعزيز صفوفه وتقوية الفريق في الدور الثاني من دوري عمان تلي المحترفين، حيث أن الفريق يحتل المراكز المتأخرة ويريد الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر والبقاء في دوري المحترفين. نجحت إدارة نادي مسقط في التعاقد رسميا مساء أمس الأول مع الحارس عمر العبري حارس فريق الشباب، ومع اللاعب مهند الحسني مدافع فريق العروبة وقائد منتخبنا الأول لكرة القدم حاليا، وذلك للمشاركة مع الفريق الكروي الأول بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي 2015-2016. وقد كان توقيع العقد الرسمي بين الطرفين بمقر النادي بالوادي الكبير مساء أمس الأول بحضور رئيس النادي ناصر الوهيبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي. كشف عن ذلك أحمد بن علي الوهيبي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الذي قال إن الإدارة برئاسة ناصر الوهيبي سوف تستمر في تعزيز صفوف الفريق خلال فترة انتقالات الشتوية بعدد من العناصر المجيدة من مختلف أندية السلطنة والمحترفين الأجانب من خارج السلطنة وحسب الإمكانيات المالية المتوفرة للنادي بهدف ظهور الفريق بالمستوى الفني الجيد وفي نفس الوقت لتحقيق النتائج الإيجابية التي تسعد جماهير النادي. يذكر أنه يتواجد حاليا 4 محترفين أجانب مع الفريق الأول وهم السوري سليم خضرة والبرازيلي فنسيوس ولاعب خط الوسط البوركيني فاسو زنجو بالإضافة للمدافع البرازيلي باولو الذي تم فسخ عقده رسميا. وقد سبق أن لعب الحارس عمر العبري بالفريق الأول بنادي الشباب لمدة 6 مواسم، كما تم اختياره في فترة من الفترات للانضمام للمنتخب الوطني الأول، وهو يعد من حراس المرمى المجيدين في فريق الشباب. إضافة لذلك فإن المدافع مهند الحسني سبق وأن لعب لنادي مسقط قبل 4 مواسم، لكنه انضم لفريق النهضة ولعب له لمدة 2 موسم. ومع بداية الموسم الحالي وفي القسم الأول لعب لفريق العروبة، ولكنه يعود ثانية لبيته السابق فريق مسقط والمشاركة معه في مرحلة الإياب لبطولة الدوري. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى خبر محلي آخر، حيث استغنى نادي صحن بصفة رسمية عن خدمات اللاعب إبراهيم لنادي دبا الإماراتي. صحيفة زمن أبرزت خبر رحيل المحترف إبراهيم عن الموج الأزرق وخرجت في عنوانها: إبراهيم لاعب صحم يوقع لدبا الإماراتي. حيث أكد عادل بن عبد الله الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحم أن الموافقة تمت على إنهاء خدمات اللاعب بعد دفع الشرط الجزائي وقدره 70,000 دولار من قبل الأخوة في نادي دبا. وأشار الفارسي إلى أن نادي ارتأى وجود المصلحة في التنازل عن اللاعب بعد أن تم ضمان حق النادي، ونتمنى للاعب التوفيق في محطته القادمة مع نادي دبا. كما أضاف أن صحم أوجد تعاقدات جيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي منحها اتحاد الكرة للأندية، وذلك لتهيئة الفريق بالشكل الجيد للمنافسات المقبلة. نظل وإياكم مشاهدين الكرام في أخبار التعاقدات، فقد وقع نادي النصر مع المدرب الجديد للفريق الصربي دراغان ستويكوفيتش ومساعده الفرنسي كريستيان لقيادة الفريق في الفترة القادمة بعد رحيل المدرب السابق لوك إيمايل. التعاقد مع المدرب وطموحات النصر فيما تبقى من منافسات الموسم في التقرير التالي من صحيفة عمان. وقع المدرب الفرنسي من أصل صربي دراجان ومساعده الفرنسي كريستيان رسميا مع إدارة النصر لقيادة الفريق الكروي الأول إلى نهاية الموسم الحالي وقيادته في مختلف استحقاقات الفريق، متمثلة في دوري عمان للمحترفين وكأس جلالته لكرة القدم وكأس مازدا، بالإضافة إلى المشاركة الخارجية متمثلة في البطولة الخليجية للأندية.
ويأتي تعاقد إدارة نادي النصر مع الفرنسي دراجان على غرار تعاقد المدرب السابق البلجيكي لوك إيمايل ومساعده التونسي حاتم بلهوشات مع المريخ السوداني. على ضوء ذلك كلفت إدارة النادي المدرب الوطني محمد الصيعري بقيادة الفريق خلال الفترة الماضية، والذي حقق مع الفريق نتائج إيجابية، مما حدا بإدارة النادي الإبقاء عليه ضمن الجهاز الفني للفريق. من جانب آخر، عقد مجلس إدارة نادي النصر أمس الأول على أرضية الملعب الرئيسي للنادي برئاسة الشيخ علي بن عامر الشنفري ونائبه الشيخ ثابت بن عبد الله اليافعي، بحضور المدرب الفرنسي دراجان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للفريق الكروي الأول، لقاء تعريفيا مع اللاعبين تم خلاله تحفيز اللاعبين على بذل قصارى جهودهم والاستفادة القصوى من خبرات الجهاز الفني الجديد بهدف تحقيق النتائج الإيجابية، خصوصا وأن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة في هذا الموسم الذي يتطلع من خلاله مجلس الإدارة والجماهير النصراوية لتحقيق إنجازات. ننتقل وياكم مشاهدين الكرام إلى صحيفة الوطن، حيث تواصل دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية استعداداتها للمرحلة الثانية من برنامج إبداعات شبابية للأندية على مستوى المحافظة. الوطن تابعت فكتبت تقول: الشؤون الرياضية بجنوب الشرقية تستعد للمرحلة الثانية لبرنامج إبداعات شبابية، حيث وقد أكد الشيخ ناصر السناني مدير الدائرة بأن عمل الفريق متواصل وفي استعداد تام للمرحلة الثانية وفي الخطة المعتمدة مسبقا، حيث يواصل الفريق العامل للبرنامج عمله المستمر مع أندية المحافظة وزياراته الميدانية، وحث الأندية على تسليم جميع الأعمال خلال الفترة المحددة لها في البرنامج، وتهدف مسابقة إبداعات شبابية إلى العمل على تطوير العمل الشبابي المؤسسي لتشجيع استقطاب المجدين والمبدعين في مختلف الأنشطة الشبابية. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى الكرة الطائرة، حيث يتواصل دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة من خلال منافسات الدور التمهيدي، حيث تقام اليوم 3 مباريات. صحيفة عمان رصدت اللقاءات 3 وعنونت تقول: اليوم 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى للطائرة في مسقط وصحار، حيث تجمع المباراة الأولى سيب وصحار بمجمع صحار الرياضي، وذلك في الساعة 4 مساء. ويدخل نادي السيب هذه المباراة بعد فوزه في المباراة الأولى على بدية، فيما يسعى نادي صحار إلى تعويض خسارته في المباراة الأولى التي جمعته أمام نادي السلام. وتجمع المباراة الثانية بدية وصحم على أرضية صالة مجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر، وعلى نفس الملعب يلتقي نادي السلام والبشائر في 3 مواجهات اليوم، هذا وتسعى كل الفرق للوصول إلى الأدوار النهائية لدور الدرجة الأولى للكرة الطائرة. تنطلق نهائيات بطولة دوري الزواوي للشباب للهوكي لعام 2015 المؤجلة في 2 فبراير القادم وتستمر ل8 أيام. صحيفة عمان أبرزت خبر دوري الهوكي وخرجت بعنوان قالت فيه: نهائيات دوري الزواوي للشباب الهوكي المؤجلة مطلع فبراير القادم، حيث تشارك 6 أندية وهي أهلي سداب وبوشر والنصر وسيب وصحار وصلالة، على أن يقام بعد غد سحب قرعة الأدوار النهائية في الساعة 7 مساء بمقر اتحاد الهوكي بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بالغبرة، بحضور مندوبي الأندية 6 الصاعدة للنهائيات. وتقام مبارياتها بنظام التجمع على أرضية ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر، حيث اختتمت صباح أمس فعاليات السباق العام للهجن في محطتها 9 من المهرجان السنوي لسباقات الهجين الأهلية 13 لهذا الموسم، وذلك على مضمار سباقات الهجين بميدان الهجان السلطانية بالفليج بولاية بركة. الوطن غطت فكتبت تقول: ختام ناجح ومثير للسباق العام للهجين الأهلية في محطته 9 بمضمار الفليج ببركة، حيث يأتي هذا السباق والذي استمر لمدة 2 يوم وبمشاركة واسعة لجميع فئات النوق من مختلف محافظات السلطنة، حيث بلغ عدد النوق المشاركة أكثر من 900 ناقة. وأقيم صباح أمس 13 شوطا لمختلف الفئات، منها 6 أشواط لفئة الإيداع وشوطان لفئة الثنايا، إلى جانب 3 أشواط لفئة الحول وشوط 1 لفئة الثنايا جعدان،
بالإضافة إلى شوط واحد لفئة الزمول. تستضيف حلبة مسقط سبيدوي منافسات الجولتين 7 و8 من بطولة الإمارات روتكس ماكس الكارتينج اليوم وغدا. صحيفة عمان تناولت خبر استضافة الجولتين في سباقات الكارتينج وكتبت في عنوانها: حلبة مسقط تستضيف الجولتين 7 و8 للكارتينج، حيث تستضيف أو تشهد المنافسات مشاركة أكاديمية ضمان للسرعة بسبعة سائقين باتوا على أتم الاستعداد للمنافسة على المراكز الثلاث الأولى في مختلف الفئات. هذا وذكرت الصحيفة أن فريق أكاديمية ضمان للسرعة يتألف من الثلاثي علي الشامسي في رصيد ثلاث منصات تتويج، وأحمد السعدي ضمن الخمسة الأوائل، وعبد الله القبيسي في رصيده فوزين متتاليين في تجارب تأهيلية، وهم يستأنفون الفريق أو القيادة بروح الفريق الواحد لإنهاء السباق في المراكز الخمسة الأولى ضمن فئة مايكرو ماكس. إذن تابعنا وياكم مشاهدين الكرام أبرز الأخبار في الساحة المحلية، سننتقل وياكم إلى جولة في الصحافة العربية، ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. الحدث على أهبة الاستعداد ليبوح بالإجابة ويتوغل في تفاصيلها. يسلط الضوء على أبرز الفعاليات الرياضية ويفتح الستار لمنجزيها. ينقل تفاصيلها لكم كادر مؤهل باستخدام تقنيات عالية الجودة. الحدث، أن تكون إلى الحدث أقرب. الحدث على عمان الرياضية في الأوقات التالية. البلجيكي على عمان الرياضية. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل وياكم إلى جولة في الصحافة العربية والتي نبدأها من الإمارات، حيث فجر نادي الشارقة أولى مفاجآت الدور الثاني من الدور الإماراتي وانتزع فوزا ثمينا على حساب الشباب بهدفين لهدف في مباراة مثيرة ومشوقة لم تحسم إلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. إدارة الاتحاد الإماراتية حضرت المباراة فكتبت تقول: عودة ملك، حيث جاء الشوط الأول متواضع المستوى، لم يقدم خلاله الفريقان الأداء المطلوب وسيطر الانضباط التكتيكي على مجريات اللعب. وفي الشوط الثاني بادر الجوارح بالتسجيل عن طريق فيلانويفا في الدقيقة 58، وتعادل الملك بهدف سيف راشد في الدقيقة 71، وحسم فاندرلي النقاط الثلاث بهدف قاتل في الدقيقة 91، وصعد الشارقة المركز 11 ب14 نقطة، بينما تجمد رصيد الأخضر عند 20 نقطة وتراجع إلى المركز السادس. ضربت موجة من الإصابات محترفي نادي أهلي دبي في الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث أجبرت النادي على إعادة تسجيل المهاجم البرازيلي سياو بديل لمواطنه ريغو ليما الذي سيبتعد عن مباريات الدور الثاني من الدوري. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من جريدة الاتحاد الإماراتية. لا زالت لعنة الغيابات تطارد الأهلي،
خاصة الأجانب، وبمجرد أن يستعيد الفريق جهد أحد لاعبيه الغائبين يفتقد آخر في اللحظة نفسها، إما لظروف الإصابات أو الإيقافات. وبعدما خرج البرازيل ليما مؤقتا من قائمة الفريق للإصابة وإجراء جراحة، استدعت قيد مواطنه سياو بدلا من، جاء الدور على صانع الألعاب إفرتون ريبيرو الذي تعرض له كدمة شديدة في مباراة الوصل الأخيرة، ولكنه تحمل على نفسه وأكمل اللقاء وهو مصاب. وبعد المباراة اضطر اللاعب بتعليمات من الجهاز الطبي إلى وضع قدمه في كمادات ثلج لتخفيف الألم قبل إجراء الاختبارات اللازمة لبيان مدى قدرته على المشاركة في مباراة الفجيرة غدا في افتتاح مباريات الفرسان بالدور الثاني لدور الخليج العربي. وفي الوقت الذي تحيط الشكوك بقدرة روبيرو على المشاركة، تأكد غياب السنغالي موسى سو لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة، ليكون هجوم الفرسان في مواجهة الفجيرة أمام محنة حقيقية في ظل عدم دخول سياو فورما المباريات، وكذلك غياب موسى سو وإصابة ريبيرو، ليحمل أحمد خليل وإسماعيل الحمادي وزملائهما على عاتقهم مهمة قيادة الهجوم في المباراة. وتتمثل الومضة في عودة الكوري الجنوبي كيونج كون الذي غاب عن مباراة الوصل للإيقاف، وكان الفريق استأنف تدريباته الأربعاء بعد راحة لمدة 24 ساعة منحها الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين للاعبين عقب مباراة الوصل، في ظل حالة الإجهاد والعبء النفسي الكبير الذي يحاصر الفريق خاصة بعد غياب التوفيق عنه، ولم يستطع تحقيق فوز كان قريبا منه ليصبح الفارق مع العين المتصدر 3 نقاط، وهو الأمر الذي دفع كوزمين إلى محاولة تقليل الضغط على اللاعبين قبل انطلاقة الدور الثاني. إذن بعد ما تابعنا وإياكم مجموعة من الأخبار من الإمارات، ننتقل وإياكم إلى قطر، حيث فاز العنابي الأولمبي على أوبن البلجيكي بهدف دون مقابل في مباراته الودية التي جمعت بينهما بأكاديمية أسباير. وسجل المعز علي الهدف الوحيد للقاء في الشوط الأول. جريدة الرأي القطرية تابعت تحضيرات المنتخب فكتبت في عنوانها تقول: الأولمبي يدخل أجواء التحدي، حيث كانت هذه المباراة الاختبار الأخير للعنابي قبل أن يدخل غمار كأس آسيا تحت 23 عاما التي تحتضنها الدوحة بداية من الثلاثاء القادم، والتي ستكون مؤهلة لأولمبياد ريو 2016. ويبدأ المنتخب الأولمبي القطري مشواره في البطولة في اليوم الافتتاحي بمواجهة منتخب الصين، ثم يلتقي إيران يوم 15 يناير، وينهي الدور الأول بملاقاة سوريا يوم 18 من الشهر نفسه. نبقى وياكم مع أخبار المنتخبات الأولمبية، حيث عاد أمس المنتخب الأولمبي الأردني قادما من الإمارات بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي يقيم هناك لأسبوعين، وخاض خلاله المنتخب 3 مباريات ودية، فاز 2 وخسر 1. جريدة الرأي الأردنية تابعت وصول منتخب النشامى فكتبت تقول: أولمبيا الكرة يعود لتدريباتها السبت ويتوجه إلى قطر الأحد، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جمال أبو عابد منح اللاعبين الاستراحة اليوم، بحيث يعود للتدريبات صباح يوم غد قبل أن يتجمع مساء اليوم ذاته تأهبا للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة فجر الأحد للمشاركة بنهائيات كأس آسيا المؤهلة للألعاب الأولمبية بمشاركة 16 منتخب يتنافسون على المقاعد 3 المخصصة للقارة الآسيوية في أولمبياد البرازيل. حلوة إياكم مشاهدين الكرام إلى السعودية، حيث صادقت إدارة الهلال على تأكيد إقامة المواجهة الودية التي تجمع الهلال بنظيره سينايوكيا الفنلندي يوم الجمعة المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. جريدة الرياضة السعودية تابعت الموضوع فكتبت تقول: الهلال يعلن مواجهة بطل الدوري الفنلندي الجمعة المقبل، حيث تأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الزعيم لاستئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي. وتمت إدارة الهلال اتفاقها مع نظيرتها إدارة سينايوكي، إذ ستصل بعثة بطل الدور الفنلندي إلى الرياض يوم 2 المقبل. يشار إلى أن فريق سينايوكي يضم في صفوفه 6 لاعبين من لاعبي المنتخب الفنلندي لكرة القدم.
ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى البحرين، حيث يوشك المحرق على حسم صفقتين قويتين لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية. جيرة الأيام البحرينية تابعت تحركات إدارة النادي الأحمر، فعنوانت تقول: المحرق يعيد عمر ويقترب من جناحي، حيث تتمثل الصفقة الأولى في عادة اللاعب الدولي عبد الله عمر من نادي الاتفاق السعودي، وذلك بعدما بدأ عمر وناديه السعودي في إجراءات فسخ التعاقد بينهما، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سيوقع عمر مع المحرق. أما الصفقة الثانية فتتمثل في استقطاب عبد الله الجناحي مهاجم الرفاع الشرقي الذي بات المحرق قريبا من الظفر بتوقيعه بعدما استجدت العديد من الأمور بينه وبين ناديه، ليأتي الوقت الذي تحسم فيه صفقة الانتقال عقب فترة طويلة من المفاوضات. ومن أخبار المحرق إلى الدوري الكويتي، حيث يتطلع الكويت الليلة في الانفراد بصدارة دوري فيفا لكرة القدم والاستثار بها وحيدا شرط تغلبه على صليب خات على استاد نادي الكويت في المرحلة الثانية التي تشهد استراحة للقادسية شريك الأبيض في القمة. جيرة القبس الكويتية تابعت طموحات العميد فكتبت في عنوانها تقول: عين الكويت على الصدارة والسالمية على الوصافة، حيث لن يفوت الكويت الفرصة للانفراد بالصدارة في أسبوع حافل يسعى من خلاله إلى تحقيق ذلك بعد أن انتزع القمة في المرحلة الماضية. ويتقاسم الأبيض الصدارة مع القادسية برصيد 26 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق المواجهات. من جهته لن يقبل السالمية عن الفوز بديلا أمام الساحل، خصوصا أنه يشغل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وهو بلا شك يمني نفسه بتعادل أو خسارة الكويت أمام صليب خات وبفوزه على الساحل كي يستأثر بصدارة الدوري قبل خوض نهائي كأس سمو ولي العهد. نبقى وياكم مشاهدين الكرام في الكويت، حيث علمت جرية الرأي الكويتية أن اجتماعا على المستوى الفني سيعقد في 22 من يناير الجاري في جنيف بين مسؤولين فنيين في الرياضة الكويتية من طرف ومسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية من طرف آخر، ليس من بينهم باتريك هيكي رئيس الوفد الأولمبي الدولي الذي حاور الوفد الحكومي البرلماني الأولمبي الكويتي في لوزان في أكتوبر الماضي، وعلى أثره تم توقيع عقوبة الإيقاف. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من الصحيفة. تكرر اجتماع بين مسؤولين فنيين في الرياضة الكويتية ومسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية الذي تم الإعداد له من قبل وكيل الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة للتطوير والسلام في الأمم المتحدة ويلفيرد ليمكي الذي سبق له زيارة الكويت أخيرا والتقى العديد من المسؤولين فيها، وعقد سلسلة من المباحثات للوقوف على حالة الرياضة والأسباب الحقيقية من وراء توقيع الإيقاف. وقد رفع المبعوث الأممي تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أحاله إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، وانتهى إلى تحديد 22 الجاري موعدا لعقد الاجتماع المهم. ومن شأن هذا اللقاء الفني تقريب وجهات النظر بين الطرفين الكويتي والدولي تمهيدا لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه، ويتوقع أن يتم الرفع في شهر فبراير المقبل من دون شروط مجحفة ومن دون الإذعان لأي طرف خارجي. ويبدو أن المنتفذين في الحركة الرياضية الكويتية الذين اشتكوا على الرياضة من قبل ونجحوا في اصدار قرارات من قبل عدد من المنظمات وساعدهم في ذلك بعض المسؤولين الذي اتهموا بقضايا فساد بعد ذلك وتم إيقافهم والتحقيق معهم، رأوا بأن الموقف الحكومي كان صلبا حيث لم تعر هذه الإيقاف أي اهتمام، فتضرروا هم أي المتنفذون أنفسهم منه، فلجأوا إلى الأمم المتحدة في محاولة منهم لحل حالة الأزمة حتى يعودوا إلى الواجهة من جديد. وكان ويلفير قال عقب زيارته للكويت: لمست أن هناك رغبة عامة من قبل الأطراف كافة لرفع الإيقاف على الرغم من صعوبة المهمة وعن إمكانية إيجاد حل للأزمة. قال: لدي الخبرة الدبلوماسية الكافية من خلال عملي في الأمم المتحدة والرياضية عبر عملي كعضو في أحد الأندية الألمانية وتعاوني مع اللجنة الأولمبية الدولية،
ولذلك سأستخدم هذه الخبرة في محاولة لإيجاد حل للأزمة عبر خلق أرضية مشتركة بين اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكويتية. وأنا أعتقد أن المهمة لن تكون سهلة، لكنني أرى أن نجاحها ممكن في ظل الرغبة الموجودة لدى الجميع. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى مصر، حيث أبدى مسؤولو أندرلخت البلجيكي مرونة في إنهاء إعارة محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الفريق، وبالتالي عودته للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جريدة اليوم السابع المصرية غطت الموضوع فعنونة تقول 400,000 دولار تفصل تريزيجيه عن الأهلي، حيث كان تريزيجيه قد انتقل لأندرلخت من صفوف الأهلي أو مصوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 850,000 دولار. عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة بالنادي الأهلي أجرى اتصالا هاتفيا بتريزيجيه لاستطلاع رأيه في العودة لناديه، خاصة في ظل رغبة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأحمر في التعاقد مع جناح أيسر. مسؤول أندرلخت اشترطوا الحصول على مبلغ 400,000 دولار للاستغناء عن الجناح الدولي للأهلي، خاصة في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق البلجيكي منذ انتقاله إلى مطلع الموسم الجاري. نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى آخر أخبارنا في الصحافة العربية والتي نختتمها من الجزائر، حيث يتجه مدرب الخضر كريستيان جوركوف من أجل إسقاط اسم الحارس رئيس وهاب بولحي من قائمة محاربي الصحراء، وذلك بسبب الوضعية التي يتواجد بها حارس مرمى أنطاليا سبور التركي وتواجده دون منافسة منذ فترة طويلة. جريدة الفجر الجزائرية تابعت فكتبت في عنوانها تقول جوركوف يتجه لاستبعاد بولحي من المنتخب مجددا، حيث يفكر المدرب كريستيان جوركوف بجدية في إبعاد بولحي عاجلا أم آجلا عن المنتخب الجزائري مثلما فعله في وقت سابق بعد تراجع مستواه ونقص مشاركاته، وهو ما يقتضي استبداله بحارس آخر، حيث سيكون حارس المرمى المنتخب الأولمبي وجمعية الشلف صالحي الذي نال لقب أحسن حارس في دورة السنغال الأخيرة والمرشح رقم واحد لخلافته. كما أن المستويات التي بان عنها هذا الحارس الشاب قد مكنته من الدخول سريعا إلى قلب جوركوف الذي أبدى إعجابه كبير إعجابا كبيرا بإمكانياته. مع أخبار جوركوف ومبوحي وكذلك الصحافة الجزائرية وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام جولتنا في الصحافة العربية، سننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العالمية ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا، ننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العالمية والتي نبدأها من بريطانيا، حيث دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة الفرق المنافسة على التعاقد مع أفضل لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي ومنتخب بلجيكا. صحيفة ديلي ستار البريطانية تابعت اهتمام الشياطين الحمر بالنجم البلجيكي فعنونت تقول اليونايتد يريد هازارد ب 65 مليون باوند، حيث أشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يراقب مصير هازارد يدخل في صراع مع عمالقة أوروبا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، وأضافت إلى أن إيد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد يرغب في الفوز بصفقة ضخمة في عام 2016، ويعد هازارد اسما مناسبا لمفاجأة جماهير الشياطين الحمر. من إنجلترا إلى إسبانيا، فبعد تعيينه مدربا لريال مدريد يبدو أن زيدان محتار في اختيار التشكيلة التي سيقود بها الفريق خلال مواجهة ديبورتيفو لاكارونيا في الأسبوع 19 من الدوري الإسباني. صحيفة وآس الإسبانية تابعت الموضوع فكتبت تقول زيدان محتار في اختيار تشكيلته الأولى، ففي استبيان قامت به صحيفة آس رجح المشاركون في إشراك التشكيلة المكونة من أفاس في حراسة المرمى وراموس وفاران ومارسيلو وكارفخال في الدفاع، بينما يتواجد في وسط الملعب كل من كروس مودريتش وخيمس رودريغيز، وفي المقدمة ثلاثي البي بي سي بيل وبنزيما وكريستيانو رونالدو. وفي خبر متصل يحاول زيدان في إقناع إيسكو بعدم الرحيل من الفريق
بعد تعيينه مدربا، حيث كان إسكو حبيس دكة الاحتياط فترة الريب رافائيل بينيتيز لريال مدريد. انتقالنا إلى مكان آخر، ننتقل وإياكم إلى إيطاليا، حيث أثرت خسارة ميلان أمام بولونيا غضب سيلفيو بلسكوني رئيس النادي، وجعلت إقالة المدرب ميهالوفيتش ممكنة أكثر من أي وقت مضى. صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية تابعت فعنونا تقول: ميلان ليبي يسخن، حيث تعرض روسونيري للخسارة بهدف نظيف أمام فريق المدرب روبرتو دينادوني في سانسيرو في أولى مباريات العام الجديد، وتراجع ميلان إلى المركز السابع في ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. وذكرت لاغازيتا أن هذه الهزيمة زادت من سخط الرئيس على أداء الفريق، ووفقا للصحيفة فإن المدرب الصربي عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام روما السبت المقبل لتفادي الإقالة. وقالت أن ميلان يفكر بتعيين مارشيلو لوبي وكريستيان بروكي بدلا له. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى فقرة الكاركاتير التي اخترناها لكم من جريدة الأيام البحرينية. إذن تابعنا وإياكم هذا الكاركاتير حول الحديث عن اللاعبين المحترفين ومنح الفرصة للاعبين الشباب. ننتقل وإياكم الآن إلى عدسة الصحافة والتي نتابع فيها أبرز الصور من مختلف الصحف العالمية. واحتفاله بهذه الجائزة، نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عناوين. كنا معكم في مختلف الصحف المحلية والعربية والعالمية، شاكر لكم حسن المتابعة، سنلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.